ما الفرق بين الخاص والعام لدى طلال أبو غزالة؟ هل هو نفس القلب الذي نبض للوطن ينبض للأبناء والأحفاد؟ هل هو نفس الوقت الذي يستهلك في العمل يستثمر في العائلة؟ ما الذي نملكه من الوطن إن لم يكن البيت والأولاد وقلب الزوجة ورضا الوالدين وفيء الشجرة والشارع؟ ماذا يمكن أن يعني الوطن أكثر؟ وأين هي القيمة؟ عندما نتكلم عن العائلة، الإنسان يجب أن دائما يتذكر أن قيمته هو أنه إنسان. إذا فقد إنسانيته لا يمكن أن يؤدي عمله مهما كان بالشكل الصحيح. ما فيش تجزئة. الإنسان الذي لا يحترم عائلته ولا يؤدي واجبه تجاهها لا يمكن أن يكون في خير لوطن. هاي الأرض هاي القدس. أنا سعيد بنعمتين، نعمة علاقتي مع أولادي ونعمة علاقتي مع أبائي، يعني أمي وأبي. كان عندي علاقة خاصة نفس علاقة أولادي معي الآن، الذين يعني لا أريد أن أستعمل تعابير مبالغ فيها، ولكن ليس هنالك وصف لقدر المحبة والاحترام والإعجاب المتبادل بيننا. يعني صارت هزة من يومين هون، أنا في الدور السادس في المكتب، لؤي في الدور الرابع. عندما صارت الهزة وهربوا نزلوا الناس، أنا فوجئت بأنه لؤي طالع يركض لعندي. كل همه كان شو صار معي، بدل أن يفكر بنفسه. قلت له خير إن شاء الله؟ قال لي أبدا أنا مارق من هون. طبعا هو مش جاي ملهوف. قلت له يا ابني شو خايف عليك؟ هذه العلاقة كانت نفس علاقتي مع أمي وأبي. أمي اللي عندما قبل أن تتوفى صابها نوع من شو بيسموه مرض اسمه، هو أدى إلى شلل كامل. بالتالي قعدت في السرير في المستشفى أسبوعين. هذا الرجل اللي جالس أمامي أسبوعين على باب غرفتها جالس، لم يغادر باب الغرفة إلا ليذهب للحمام. انتهى، توقف التاريخ هناك. ما فيش شيء اسمه مهم ولا عندي موعد ولا عندي ارتباط ولا عندي مشروع ولا عندي عمل. أصبح عندي موضوع إنه أمي، وكانت الشيء يعني يمكن خاصة لم أذكرها ولا أحب أن أدخل في الأمور الشخصية، ولكن الموضوع عاطفي. كانت طبيب عندما يريد أن يرى إذا هي حية ما زالت، معه دبوس يغزها يجي يطلع فيه يقول لي أنا مش مصدق، ما في إلا بس أغزها تقول طلال، لا تذكر شيء آخر، بدل ما تقول أخ تقول طلال. اللي ظاهرة عجيبة، باطنها لا يتكلم إلا عنها. والدي عندما توفي قال لا أدفن إلا إذا طلال موجود. وفعلا عندما توفي كنت أنا لسه واصل نيويورك، نعم نيويورك، دق التليفون قال الوالد تعبان، قلت لهم توفي. قال نعم. لم أفك الشنط مثل ما هي، رجعت إلى المطار وعدت، لأنه ما عاد في شيء مهم. يعني هذه العلاقات أنا أعتز بها، أعتز بإني كان أبوي وأمي يقولوا الله يرضى عليك. كانت الجملة اللي أكثر شيء تسعدني بالدنيا، الله يرضى عليك يا طلال، الله يرضى عليك. يمكن الناس بتكره شو الله، كلمة هاي شو جملة، كلمة الله يرضى عليك، رضا الوالدين لا يثمن. وأنا الله أنعم علي بأنه أولادي نفس الوضع علاقتهم معي، وأنا الآن دائما عندما أشوف واحد منهم أو بعد سواء عم يسمعني أو لا ما عم يسمعني بقول الله يرضى عليك.
علاقة الوالد فينا الكل، يعني إذا مثلا أنا أو أخوي قصي، أختي مي وأختي جمانة، علمونا يعني هذا الفضل للوالد وللوالدة اثنين بصراحة، علمونا أنه العائلة مهمة وأهمية العائلة. يعني نحن لهلأ لساتنا أنا على اتصال دائم، بعرف كل تحركات أخواتي وين حاليا، يعني فيني أقول لك بالضبط حاليا وين كل واحد فيهم، وكل علاقتنا فيهم على مع بعض قوية جدا بسبب أهلي. يعني ربونا على أساس نحترم العائلة كعائلة، وإنه هي بتجي أول شيء.